موجز التربوية، أهلا بكم. تفقد وزير التربية عماد موفق العزب حسن سير العملية التربوية في عدد من مدارس دمشق نذير نبعة للمتفوقين وجودة الهاشمي، حيث التقى الأطر الإدارية والتدريسية والطلاب واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل باستمرار على تأمين سبل نجاح العملية التعليمية والتشجيع على المبادرات الفردية والجماعية في أي مجال، معربا عن أمله في أن تكون مدرسة المتفوقين نموذجا يحتذى في جميع المدارس. التقى وزير التربية عماد موفق العزب مدير تربية القنيطرة عماد محمد أسعد ومديري التربية المساعدين وعددا من رؤساء الدوائر في المديرية للاطلاع على واقع سير العملية التربوية بالمحافظة والعمل على تذليل الصعوبات والارتقاء بجودة التعليم. أكد خلالها وزير التربية وجوب متابعة تطوير العملية الامتحانية وتجهيز مدارس المناطق المحررة في ريف القنيطرة بالمستلزمات كافة والاهتمام بالرياضة المدرسية ووجوب التركيز على المبادرات الفردية والجماعية وتشجيع المواهب والمتفوقين. ختام الموجز، تفاصيل أوفى تتابعونها في نشرة الخامسة والنصف، إلى اللقاء.